ركلة حرة، تعليمات من خارج الخطوط زي ما حضراتكم سامعين معانا داخل منطقة الجزاء. اقرب لايه الدفاع اللي يطلع ويغلطوا. اول اهداف اللقاء وركلة جزاء. اوه فرمان مشاهدينا متابعينا، تماسيح النيل يحضر من بعيد الى منطقة جزاء السك الحديد ويتمكن ان يقطع تذكرة العبور لمنطقة جزاء السك الحديد. اول حضور بخطوة، شوف الارتباك الدفاعي رغم ان احنا اتكلمنا مع بداية اللقاء ان تجانس الثلاثي خط الظهر لاعبي لافينا السابقين اللي موجودين في خط دار السك الحديد سواء محمد جبسة او محمود الحلواني او مارسيليو معاهم كريم عرفات، ولكن خطأ ساذج من دفاع السك الحديد مشاهدينا. يتمنى ركلة جزاء وجها لوجه مع الحارس اسامة ورحومة. أوه! جول 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 جول، حلوة وجميلة يا ناس، بلد الأصالة من الأساس. أسوان يستطيع الحضور بأول أهداف اللقاء من نقطة الجزاء، من علامة الجزاء تماسيح النيل زهرة الجنوب، يتمكن من الحضور والوصول أبناء البوابة الجنوبية. أسامة ابن بورسعيد حضر من خط القناة لأبناء السد العالي، سد تصوب في وسط المرمى، والله على يساره لعب على يسار الحارس، سدد على يسار رحومة، ولم يكن رحيم بيوسف رحومة محمد.